حياكم الله مشاهدينا الكرام، حديث جديد لهذا الوطن. من يوم صار التغيير والحد هسه تاهت علينا، منعرف أربيل محافظة لو دولة. على الورق هي محافظة من إقليم تابع للدولة حسب النظام الاتحادي، بس بالواقع أربيل سوى استفتاء بالانفصال وتختم للوافدين إلها من المحافظات المجاورة، تختم لهم إقامة وتضرب كل القرارات الطالعة من بغداد وحتى القضائية عرض الحائط. ليش؟ لأن يمكن ما أجت على هواها. بس السؤال هنا، هي المشكلة بأربيل؟ المشكلة باللي فرض الأمر الواقع؟ لو المشكلة باللي طاع ونفذ سياسة اللي راد يفرض الأمر الواقع؟ حياكم الله مشاهدينا الكرام، نناقش ملف نفط الإقليم وتصريحات سياسة الإقليم وتصريحات سياسة بغداد مع ضيوف الأكارم، ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وناقش هذا الملف مع ضيفي في الاستوديو المحلل السياسي أحمد المياح. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا محمد. والمفروض يكون معنا السيد خالد النقشبندي والسياسي والقانوني من كردستان، وأيضا عضو ائتلاف دولة القانون فاضل مواطن. لحين ما يكونون جاهزين نبدأ معك الحوار. أهلا ومرحبا بك. الإقليم مصر على عدم التزامه بقرارات المحكمة الاتحادية وعدم التزامه بالقرارات القضائية، شنو الحل؟ مساء الخير عليك، تحية للمشاهدين الكرام. لكي لا نذهب كثيرا بهذا الصراع، المادة 121 من الدستور رسمت ملامح العلاقة ما بين الإقليم وما بين حكومة المركز. نعم. وبالتالي كل التصريحات وكل الأحاديث التي تخرج من السياسيين سواء في الإقليم أو غير الإقليم، إذا لم تكن تستند إلى هذه المواد الدستورية تعتبر مجرد كلام، والكلام لا يغني ولا يسمع. وبالتالي هذه الضوابط وهذه يعني التشريعات هي أعلى سلطة بالبلد. نحن جميعنا كمراقبين و كسياسيين نعود للمرجع الأساس، للدستور. الدستور، الدستور والمادة 121 رسم ملامح، رسم ملامح العلاقة. زين، رسم موضوع هسه يعني لازم نذكر هذا التاريخ ولازم نسجل شيء في سبيل نعرف انه هاي الملامح شلون رسمت. رسم ملامح انه كردستان تسوي استفتاء، رسم ملامح انه كردستان تفرض قوات مو نظامية مثل ما هم يسموها، او يعني تمتلك سلاح بتخويل بشكل غير رسمي لا تنتمي القوات الأمنية. رسم هاي الملامح، قال سووا استفتاء. لا سيد الكريم، فيما يخص الاستفتاء هو تجاوز حقيقة على أصل المواطنة. أنت يا أما أن تقول هذا السؤال. نعم. السؤال إذن المادة الدستورية ضربت عرض الحائط عندما يعني حصل الاستفتاء. نعم. طيب ليش اليوم أني أجي أكرر مرة أخرى أقول كردستان لا تلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية؟ ما هي قرارات المحكمة الاتحادية نابعة من الدستور اللي انضرب بالاستفتاء. يعني سيدي الكريم، دعنا نتحدث معك بصراحة أكثر. هذا موضوع كبير وكبير جدا ومؤلم في نفس الوقت، حتى لا يعني يؤخذ علينا كثير من المآخذ. نحن نقول أن الشعب العراقي هو شعب واحد. نعم. سواء كان في شمال العراق أو في جنوب العراق أو في الوسط أو في أي مكان من بقعة هذه الأرض العراقية، وبالتالي هذا هو عمل سياسي. طيب. بمعنى أدق، كل الحكومات السابقة هي تعلم بهذه التجاوزات، ولكن وهذه لكن يعني بين مزدوجين. نعم. حتى أحافظ على مقعدي وموقعي في السلطة. نعم. أنا أقدم ما هو سياسة الانبطاح. أحسنت، ما لها غير تفسير. واضح. نعم. نعم. وبالتالي كان يفترض بكل الحكومات أن تفرض هيبتها. الحكومة ما ممكن أربع رؤساء وزراء تبدلنا والعلاقة نفس العلاقة مع أربيل. هي علاقة مضطربة. شوف سيد الكريم، أكيد الطرف الآخر مسيطر ومهيمن. نعم. لأنه هو بيضة القضبان بتشكيل كل الحكومات. الإقليم تارة يفكر بالانفصال. نعم. وتارة أخرى عندما يكون هناك ضغط كما حدث على سبيل المثال في أحداث عام 2014 عندما دخلت تنظيمات داعش الإرهابية، رمى ثقل هذا تحرير الأراضي على حكومة المركز. زين. وبالتالي نعم، أنا لا أنكر أن البيشمركة شاركت
طبعا هذا ما ممكن نعم ننكره طبعا، ولكن كان يفترض انه بعد احداث 2014 وتحقيق النصر قبل القوات الامنيه والحج الشعبي وبما فيها يعني قوات البيشمركة، تعاد خارطه التفاهمات نعم، ويكون للدوله العراقيه اي بمعنى ادق ولحكومه المركز الهيبه والشخصيه المعنويه التي تفرض اراداتها وفق الدستور. نحن لا نقول انه نفرض ارادات حكومه المركز كما كانت يفعل يعني نظام البعث ابدا. نعم. هذا الدستور كتب بايدي شيعيه سنيه كرديه ايزديه والجميع اشترك به. طيب. وبالتالي كل من وضع حرفا في هذا الدستور عليه ان يتحمل مسؤوليته. طيب. السؤال الاقوى والاكبر، هل انه هو الدستور يعني ويتلائم مع طبيعه وتفكير الشعب العراقي؟ الجواب طيب. كلا. نعم. وبالتالي اولا يحتاج الى تعديل وتحديث رقم واحد الدستور، لان في مطبات كبيره والغام كبيره جدا وكله نفسر على هواه. بدليل رئيس مجلس القضاء الاعلى قال لا لازم نغير الدستور. لا مو نغيره، لازم نعدل من فقرات الدستور، لان دي يقول دي يتم خرقه في كل تشكيل حكومه في كل انتخابات، وهذا فالشيء يعني يدل على شيء، يدل على انه السياسي فنان بخلق القوانين. السياسي يفترض ان يكون يحمل قنديل في الظلام. نعم. احنا للاسف السياسي يحطم امال وطموحات الشعب العراقي. يمكن هذه اي مصطلحات براقه اطلقها السياسي على السياسه في سبيل ان يمضي طيب ارحب بضيفي اخر عبر سكايب فاضل موات عضو ائتلاف دوله القانون، اهلا ومرحبا بك. حياك الله. بعد تصريح مسرور بارزاني نسال ما الحل اذا كانت السلطه في شمال العراق لا تلتزم بقرارات المحكمه الاتحاديه؟ من اين تستمد اربيل اذا جاز التعبير قوتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه ان الدستور العراقي صحيح كما تحدثتم فيه شيء من الثغرات، ولكنه يعوزه تشريع من قبل البرلمان. الكثير من القوانين لحد الآن لم تشرع حتى توضح المادة القانونية. بالنسبة للأكراد وتصريحاتهم ضد المحكمة الاتحادية، طبعا هو الدستور واضح في هذا الموضوع، هو اللي غث الأكراد. قرار المحكمة الاتحادية في توزيع الثروات النفطية والغاز بالنسبة إلى كردستان أو البصرة أو أي منطقة عراقية هي ترجع للحكومة الاتحادية، لأنه الحكومة حكومة المركز هي مسؤولة عن توزيع الحصص على المحافظات وعلى إقليم كردستان، وإقليم كردستان يأخذ نسبة عالية جدا ما تأخذها لا المحافظة ولا ما تأخذها لا محافظات طيب. الوسط ولا محافظات الجنوب، وبالتالي الدستور ضمن حصتهم من النفط سواء كان هذه ال 17% والرواتب اللي يأخذوها من نفط كركوك أو البصرة أو الشمال. فقرار المحكمة الاتحادية قرار واضح جدا وصريح. طيب أنا أسأل عن الحل، ما هو القرار واضح والتصريح واضح أستاذ فاضل؟ القرار واضح. نعم. والتصريح واضح، الحل شنو؟ الحل راح تجي حكومة ترسم ملامح جديدة للعلاقة بين الكردستان والمركز؟ أنا مسترسل فضل. الحديث تفضل. العلاقة مرسومة وواضحة والدستور أيضا وضحها. نحن نحتاج أولا اللي جعل من الأكراد يصرحون ضد المحكمة الاتحادية وهم يدركون تماما أن القرار سليم جدا من الناحية القانونية ومتفق مع الدستور، هو طبعا بالدرجة الأولى اللوم يذهب على الكتلة الأكبر اللي هي الكتلة الشيعية. لو كان هناك كتلة شيعية قوية، وهي طبعا فعلا كتلة الأغلبية، لو الشيعة ينزلون بكتلة واحدة هم الأغلبية وتصبح القرارات لهم. وثانيا نحتاج إلى حكومة قوية تردع أي مخالف للقانون والدستور سواء كان في أي محافظة عراقية أو الشمال. هذا بسبب الفرقة وبسبب الائتلافات التي تتكون بعد كل انتخابات، وكل كتلة فائزة في الانتخاب تحتاج إلى عدد من المقاعد من الأكراد ومن المكون السني، وبالتالي هي تعطي الأكراد أكثر مما يستحقون لأجل أن تشكل
الكتلة التي تضمن من خلالها تشكيل الحكومة. هذا هو السبب الرئيسي. لو أن الكتل الباقية سواء كان الكتل السنية أو الكتل الشيعية تتفق مع بعضها وتشكل أغلبية داخل البرلمان وتوجد حكومة قوية ما يستطيع أحد أن يصرح ضد المحكمة الاتحادية. لا تستطيع أي حكومة عراقية أن تشكل دون موافقة أربيل ودون تدخل أربيل، وهذا ما شاهدناه ب 2010 عندما احتدم الصراع بين كتل بغداد، لم تشكل الحكومة إلا باتفاقية أربيل، ولم يحصل السيد المالكي على ولاية ثانية إلا باتفاقية أربيل. فمن حقهم يعني قوتهم مستمدة من الدستور ومن تفاهماتهم السياسية، والزعماء هناك مطاعين. هنا نحتاج إلى حكومة قوية تقوم بتنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية، لأنه لها الولاية على كل العراقيين. فلو كانت الحكومة قوية طبعا القضاء يشرع والحكومة تنفذ، إذا كانت جهة التنفيذ قوية تستطيع أن تبسط القانون في كل أرجاء البلاد. طيب إذا لم تتفق القتل فيجب أن تكون هناك حكومة قوية، رئيس وزراء قوي يستطيع أنه يفرض القانون وينفذ القانون في أي منطقة من مناطق العراق. طيب أعود إلى أستاذ أحمد، ما أعرف أستاذ خالد موجود. طيب أعود إلى أستاذ أحمد. هذا ملف النفط صار لفترة طويلة، كل حكومة كل جلسة يعني جلسة برلمان فيها يكون النقل موجود ومشتدة الأمور ومحتدمة، نشاهد أنه نواب ذا عصيتهم لا بل حصلوا أصوات كثيرة بسبب كلماتهم ضد كردستان وعلى موضوع الحصص وعلى موضوع عدم التزام أربيل. زين هذا إذا كان هذا الملف ملف النفط هو الأساس في الخلاف بين الإقليم وبين الحكومة، ليش هذا الترحيل؟ كما يقال العبرة في الخواتيم. طيب كل ما يتحدث به السياسيين هو لغرض الكسب السياسي. طيب وليس يعني الكسب السياسي الحزبي وليس الكسب السياسي الشعبي، حتى أنا أقدم خدمات من خلال الدستور ومن خلال الموارد، وهذا واضح من خلال 19 سنة بدليل الفشل الذي يتبعه الفشل حتى وصلنا إلى احتجاجات عن 2019 بغض النظر عن من قاده وكيف إلى آخر الموضوع. طيب ولكن كنتيجة حتمية كان هذا متوقع أن يسقط النظام السياسي سقوطا حرا بسبب هذه الإرهاصات وبسبب هذا السلوك الغير سوي والغير منطقي، بأن أنا يعني أضع شماعة، مرة أضع كردستان، مرة أضع داعش، مرة أضع ما أعرف شنو، مرة القاعدة، وبالتالي أصبح البلد في نوع من أنواع الفوضى. ولكن لو عدنا إلى المادة 111 من الدستور شو يقول؟ يقول النفط ملك كل الشعب العراقي. نعم. أي بمعنى خلنا أوضح أكثر، هو مو ملك الحكومة، يعني ما مس مو ملك خلفوه ثروة وطنية. إيه؟ راح ننزل في المستوى هذا من الكلام. الحكومة هي من تدير هذا الموضوع. الحكومة أحد أركان الدولة. نعم. وهي الراعي الرسمي لمصالح الشعب. ما هي منو الحكومة أستاذ أحمد؟ يعني إحنا هم نوبات خطية دول يعني اللي يصير بالحكومة. لا مو خطية. تمام الحكومة ليش خطيه؟ مو هو عندك نتاج سارة. نتاج لا بس ما حسنا سألك، عندك يكسارة مثل المصفحة؟ لا 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 اسمح لي، هاي خطية تنقال بلهجتنا العراقية، بس دا أقول إنه هي نتاج كتل وأحزاب. يعني هو رئيس الحكومة يجي منتخب من الشعب حتى بس خلني أكمل لك الفكرة. ايه؟ بالدستور حتى من يجي واحد يناقشنا بالدستور. تمام المادة 111 تقول النفط ملك الشعب، هسه اتفقنا. زين بالمادة 112 ترجع تقول الحكومة الاتحادية تقوم بإدارة النفط وتوزيع الواردات بشكل عادل وحسب النسبة السكانية للمحافظات والأقاليم، بمعنى أدق أنه حال أربيل حالة بالكوت، أبو سليمانية حالة بالسماوة، وبالتالي هنا تكمن العلة. وين أنت سأل سؤال السيد الضيف وقلت ليش أربيل بهذه القوة، أنا جاوبك وعلى الملأ. الأحزاب الكردية شيء والشعب الكردي شيء آخر، حتى طبعا نتحدث طبعا عندي أحكي على السياسة. الأحزاب الكردية وتحديدا الحزب الديمقراطي الكردستاني استقوى بعدة أمور.
منها الولايات المتحدة الأمريكية، زين، الاتحاد الأوروبي، الجمهورية الإسلامية، يعني عرف يلعب سياسة، اسمح لي، إيه؟ والجمهورية التركية. وبالتالي لو تلاحظ جنابك الكريم، هسه احنا معطلين البرلمان ومعطلين الأمة كلها بسبب شنو؟ بسبب انه بسبب كتلة فايزة تريد تخلي رئيس، انتخاب رئيس جمهورية. إيه إيه إيه؟ شوف هنا استطاعت القوى الكردية، لا مو استطاعت، هذا حق دستوري، لازم البلد يكون برئيس وهذا استحقاق. ولكن لو كان هناك فعلا وفق نظام الدستور، وفق يعني المواد الدستورية، وفق التفسيرات الصحيحة وليس الخاطئة للدستور، احنا ما ندخل بهاي المتاهات. انا اجيب لك مثال وبعدين نرجع الموضوع. وبالتالي الأخوة المتحزبين حتى لا يزعلون علينا الشعب الكردي، الشعب الكردي جزء من عندنا. ولكن انت انا الان وصلتني رسالة من مواطن كردي يقول يابا تعال نقضونا من الأحزاب الكردية، لأن إحنا لا عندنا شغل ولا عندنا عمل ولا مطلنا فلوس. لا تشوفون هاي البنايات كلها للأحزاب، لا تشوفون هاي العمارات والمولات ترى كلها للسياسيين. وبالتالي العملية هي نقلة كوبي بيس. أنت هنا هسه بغداد، بغداد كم مول عندك ببغداد؟ عشرات. شفت لك مواطن فقير راح المول؟ ما يروح للمول، ما عنده، هو بالأساس ما عنده. زين ملكيتها لمن؟ ملكيه السياسيين، عوفها. المجمعات السكنيه الان التي تنشئ في بغداد، وبالمناسبه والاراضي تعود الى ملك الدوله، ما راح اسمي مسميات، بس عندك كم فكره. تفضل. مثال هاي المجمعات السكنيه وهي قريبه جدا على كل الاحزاب، وهي جزء مشارك بالحصص للمستثمرين. تمام. وتروح للمواطن يقول للمواطن عمي انت كاتب قطعه وبالدستور بالماده 18 ماده 18 من الدستور او 30 العفو، تقفل الدوله. طيب السكن طيب. للمواطن العراقي. طيب 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 انا اليوم عندي فقرات كثيره بالدستور ما صايره، يعني اجي انا خذ تقول لي على الدستور، اقول لك الدستور ما تعال خلي رئيس وزراء كردي، انت ما تقبل. لا ليش ما اقبل؟ ما تقبل، بس ما العرف العرف الله. الاجتماعي والعرف السياسي واللي صار بالسياسه ما تقبل. هذا العرف تعرف تسوي بينه انا يوسف. احنا كجمهور وكمراقبين في بادئ الامر تم غسل عملية، أكبر عملية غسيل دماغ قادتها الأحزاب. تمام. السياسية. تمام. وقسمت الشعب، هذا شيعي، هذا سني. طيب. هذا كردي. ما طيب. أستاذ فاضل، أستاذ فاضل، ماكو مبرر للتصريحات الكردية بأنه يعني هو الإقليمي يقول أنا ما استلمت من آذار فلوس من بغداد، يعني من آذار الماضي صار له سنة ما مستلم فلوس، يقول منين أجيب رواتب أنا غير أبيع النفط اللي عندي وسدد الرواتب. مو هو هم قضية الشعب الكردي، يعني هم أهلنا وأخواتنا وشركاء بالوطن، وعدهم أموال لازم، عدهم استحقاقات لازم يأخذوها، وبغداد من الدزل. لا، الاستحقاقات تأخذ وفق القانون والدستور. تمام. إذا كانوا استحقاقاتهم 17% ما استلموها من الحكومة الاتحادية، فمن حقهم أن يطالبوا بهذه الحصة. أما قضية النفط لا نقاش فيها. قضية النفط كما تحدث ضيفك الكريم أنه هي قضية اتحادية، وحتى في الدستور يتخص كل العراقيين، وارداتها ترجع للحكومة المركزية، والحكومة المركزية توزع هذه الموارد على المحافظات وعلى الإقليم حسب النسبة السكانية، هذا ما أقره الدستور. زين. فإذا الحصة المتفق عليها اللي هي 17%، وإن كانت الـ 17% أنا أعتقد جازم بأنها أكثر من نسبة الإقليم، بس خلي نسلم أن هذه الحصة هي نسبة الإقليم الحقيقية. لعدية كانوا يطوها 17. فمن حقهم، من حقهم أنه يطالبون بحصتهم هذه حسب النسبة السكانية. طيب. أما قضية النفط فهي مخالفة واضحة جدا، وهي من واجب الحكومة الاتحادية، من واجب رئيس الوزراء أن ينفذ القانون. السبب اللي يخلي الحكومات المتعاقبة طبعا يعني ما تقر قانون النفط والغاز، وكل هو الاختلافات السياسية، اختلافات بين الكتل السياسية الداخلية، واللي أغلب أسبابها يرجع إلى تدخلات خارجية تؤدي إلى هذه التكتلات المختلفة. طيب. وبالتالي الكتلة التي ينتمي إليها رئيس الوزراء تكون ضعيفة قلقة، إذا ما الكرد انضموا إلى الطرف الآخر فإن هذا رئيس الوزراء سوف يقال، وبالتالي رئيس الوزراء سوف لن يكون حاد وجازم من أجل استاذ فاضل البرلمان القانون وتشريع. نعم. هذا القانون.
هذا السبب الرئيسي لعدم التشريع هذا القانون. اما احنا نعم تفضل. انا ما اريد اقطع سلسله افكارك بس اريد اسالك انه قرار المحكمه الاتحاديه هذا يقوي الحكومه؟ يعني بالسابق كنا نسمع ولكن بالاعلام فقط بجلسات مجلس النواب مثل ما ذكرت بالبرامج بانه حصه الاقليم 17 والاقليم لا يعطي ما واردات ما يبيعها من نفط، وكانت الحكومات تشكل وكانت يعني رؤساء الوزراء كانوا ينتمون الى كتل قويه ذات تمثيل كبير في البرلمان. طيب ليش ما تنفذ هذا الموضوع؟ يعني كنا محتاجين قرار محكمه اتحاديه لو الموضوع ايضا خضع للمساومات السياسيه. لا وانا قلت لك السبب هو المساومات السياسيه. قلت لك دائما احنا عندنا يعني عندما تتكون الحكومه هناك كتل تدعم رئيس الوزراء وهناك كتل بالضد من رئيس الوزراء، لذلك رئيس الوزراء والكتل المؤيده له مو صالحهم ان ينضم الاكراد الى الطرف الاخر وبالتالي يعني اقصاء رئيس الوزراء من منصبه واقالته في حال انه يتقدم باتجاه النفط والغاز. اليوم المحكمه الاتحاديه اعطت فرصه كبيره للحكومه، ولكن الحكومه طبعا الاكرام هناك جهات خارجيه مثلا امريكا اليوم الولايات المتحده الامريكيه واضح جدا دعمها لحزب الاتحاد العفو حزب الديمقراطي حزب الديمقراطي. هل توافق على رئيس وزراء ممكن ان ياخذ النفط من كردستان ويضيفه الى الحكومه الى ميزانيه الحكومه؟ طبعا هنا راح تصير تدخلات خارجيه، وبالتالي هي اصلا تشكيل الحكومه الان هناك تدخلات خارجيه ودول تركيا الامارات امريكا تتدخل الى حين تشكيل الحكومه. بعد ذلك الاكراد حليف قوي جدا لاسرائيل وحليف قوي لامريكا، كيف تقبل على رئيس وزراء ممكن ان ياخذ هذا النفط ويرجعه للحكومه الاتحاديه؟ وبالتالي هم الاكراد راح ينضافون للطرف الاخر لاقاله هذه الحكومه، وايضا التدخلات الخارجيه راح تصير. اذا حضرتك هي بسبب حلفائها اللي منهم اسرائيل وامريكا حسب رايك بانه حكومه هذا كاربية. واضح مو بس رايي هذا واضح هذا واضح. المواطن البسيط حتى المواطن البسيط يعرف هذا، ولكن خلال التصريحات تنكر السياسه الكرديه بان لديها اي اتصال باسرائيل ممكن امريكا. اكو حتى قنصليه اليوم. طيب خليني ارحب بضيفي الاخر عبر سكايب الاستاذ خالد النقشبندي عضو الخبير القانوني وعضو سابق لمجلس امناء الشفافيه في العراق. اهلا ومرحبا بك. اهلا وسهلا الله يخليكم. الله يسلمك. يتساءل المواطن العراقي وين ما كان ما هذه الاريحيه اللي صرح بها السيد مسرور بارزاني باننا لن نلتزم بقرارات المحكمه الاتحاديه؟ ويتساءل ايضا يقول لما محكمة ومجلس قضاء وسلطة قضائية مستقلة ما رادعة أو ما قادرة تردع الساسة في كردستان، من الرادع أو ما هو الرادع؟ تفضل. بالبداية مساء الخير للشعب العراقي من زافو إلى الزبير. طبعا موضوع حكومة إقليم كردستان وقرار المحكمة الاتحادية قسم الشارع الكردي إلى قسمين، يعني يقصد الشارع الكردي السلطة السياسية والشعب، لأنه الشعب في إقليم كردستان ليس له من الأهمية أن يكون بيد الحكومة الاتحادية وبيد حكومة الإقليم، المهم أن يصل إليه الثروة النفطية أو الثروة الاستخراجية وخيراته بصورة حسنة. أهم شيء عنده ينتظر راتب رأس الشهر، مو بالضرورة فقط الراتب، لأنه مو كل يعني هاي أبسط حقوقه هو يتمناها. هذا المغزى أستاذ خالد، أبسط حقوقه صار يتمناها المواطن الكردي. طبعا أنت أعلم بأنه موظفي الدولة في إقليم كردستان قسم منهم هم أصلا يعني نسبوهم الأحزاب الحاكمة، وقسم كبير من مواطني الإقليم أصلا هم مو موظفين،
هم عاطلين عن عمل وكسبة وإلى آخره. نرجع إلى السؤال الرئيسي اللي هو موضوع الالتزام حكومة إقليم كردستان وتصريحات رئيس حكومة إقليم كردستان. طبعا تصريحات رئيس الحكومة هي تصريحات غير دقيقة جدا، لأنه ما صرح بالفعل أنه يقول بأنه إحنا ما نلتزم بقرار المحكمة الاتحادية، لأنه في هذه الحالة معارضة المحكمة الاتحادية هو موضوع غير قانوني، طيب ولأن قرارات المحكمة شنو الاتحادية الدقيق قرارات بتصريح واحدة السيد مسعود وملزمة. برزاني من وجهة نظرك استاذ؟ السيد مسرور برزاني يريد التوجه إلى اتفاق بين حكومة الإقليم وحكومة الاتحادية بشأن موضوع القطاع النفطي والاستخراج. طيب طبعا أنا من 2014 إلى قرابة 2019 أنا كنت عضو في مجلس أمناء الشفافية في العراق وممثل عن إقليم كردستان في هذا المجلس في بغداد، وهذا المجلس يعمل إلى الشفافية في الصناعات الاستخراجية يعني النفط والغاز. طيب لطالما أكدنا هناك وحاليا على موضوع الشفافية في القطاع النفطي والاستخراجي في عموم العراق. التساؤلات على نفط في كردستان والغاز في كردستان تساؤلات كبيرة وجمع، هي التي أوصلت حكومة إقليم كردستان إلى ما هي عليه الآن. يعني الموضوع هو موضوع التساؤلات على هذا القطاع، لأن هذا القطاع يعلمه الحزب الديمقراطي الكردستاني لوحده، طيب ولكن بمتبوعية من الاتحاد الوطني الكردستاني وفيما بعد حركة التغيير الكردية والأحزاب الإسلامية أيضا فيما بعد، يعني لأنه مشتركين ولكن بتسلسل وتراتبية. بالضبط، وكل من على حد حجمه السياسي داخل حكومة إقليم كردستان. الآن الكل عاف الحزب الديمقراطي، اذهب انت وربك قاتلا فنحن ها هنا قاعدون. يعني هسه الحزب الديمقراطي بوحد قدام المدفع بس الاتحادي انه متصدي انت متصدي استاذ خالد، يعني اسم المحكمة اسم المحكمة محكمة اتحادية، يعني تشمل نعم الاقليم نعم والمركز، اسم استاذ يعني مو استاذ الا اني مكانها اريد اوصل ببغداد انا اعارضها. اني أنا كمحامي هم أعطوني مجال هم كمحامي أقول تفضل تفضل. أكثر من ملاحظة. طبعا مع ملاحظتي أني القانونية على القرار كونها استندت إلى قانون تنظيم وزارة النفط رقم 101 لسنة 76، في حينها كان النظام الحكم في العراق هو نظام غير فيدرالي، نظام مركزي. يعني هذا بالنسبة للقانون من الجانب انه هو ما عمل الى الموضوع الفدرالي، الموضوع اللامركزية، وهو اعطاء الصلاحيات لحكومات الاقاليم اللي اوردتها دستور الاتحاد سنة 2005. لكن خلي اوصل الفكره بعدين يعني اكون بالخدمه. لكن القضاة هم 9، المحكمه الاتحاديه ما تتشكل الا اذا تكون التسعه، يكون التسعه تسع القضاة حاضرين طيب لتشكيل المحكمه. القاضيين اللي الكرديين اللي حضروا وشكلت المحكمه واللي هم خالفوا القرار، يعني شنو موضوع السادة القضاة الذين حضروا ولم يعني انت الان تشكل على القرار بانه لم يكن مكتمل النصاب؟ لا مكتمل النصاب، لكن السؤال الكبير هو لماذا يشترك القضاة الذين هم الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني هم الذين رشحوا قضاة المحكمة الاتحادية مع بقية الأحزاب السياسية لتشكيل المحكمة الاتحادية الجديدة. يعني كيف يمكن أنك أنت تتحدث عن قرار السياسي لمحكمة اتحادية أنت كنت سبب في تشكيلها؟
وايضا يعني الممثلين عنك او اللي انت رشحتهم او اللي عن طريقك وصلوا الى المحكمه طيب. الاتحاديه او طيب. اللي واضح حضروا في واضح الجلسه، واضح ليش الفكره ليش ليش فعلا ليش حضروا ليش حضروا يعني الجلسه انت اصلا؟ انت تشكل وتقرر يعني توافق على تشكيل محكمه اتحاديه، وبالتالي انت معترض على بعض قراراتها. لا هذا خليني واحد، خليني انتقل، واكو قرارات، ارجع لك استاذ خالد، ارجع لك. واكو قرارات سابقه، اكو تاخرت قرارات على ضيفي سابقه بالاستوديو احمد، استاذ احمد انت المياحي. اكو قرارات سابقه اعود بالمحكمه لك، اعود لك الاتحاديه استاذ خالد، صدرت ورحبوا بها. يمكن ما يسمعني شباب. نعم طيب شكرا. اعود لك، اعود لك بهذا الموضوع. الضغط على الاقليم اخر شهر قوي، يعني هو شهر زيباري ماكو نفط وغاز، ماكو منع الترشيح وإناثة مجلس النواب، حزب عنده تاريخ وقاعدة وثقل سياسي كبير، ما تتشكل حكومة ببغداد إذا هو ما يوافق، ما يشعر أنه هذا استهداف إليه كإحساسه هو؟ أنا أتحدث منه، شلون أنت تقيس هذا الموضوع لو كنت بمكانه أنت؟ والله أنا أقول لا تدوس على الجنة حتى ما تقول بسم الله. آه. والله الديمقراطي الكردستاني تحديدا، اولا على موضوع الترشيح، هو يرسل اسماء مرشحين جدليين جدا. نعم يعني السيد هشام جيباري بمجرد انه ما دخل بال يعني المحكمه رفضت ترشيحه قال ذولا بعثيين. ايه؟ يعني كانما انت طلعت على حقيقته. ايه؟ نرجع للمرشح الثاني اكثر جدليه من المرشح الاول باعتبار يعني هو وزير خارجية داخلية الإقليم ريبر، ريبر نعم ريبر أحمد، وهو أكثر من لاحق الصحفيين وله ارتباط بمنظمة سابقا كانت منظمة أمنية كانت مرتبطة بالكيان الصهيوني. طيب. وبالتالي لا يمكن أن يمرر من خلال المحكمة الاتحادية ولا من خلال البرلمان العراقي بكل الإرهاصات التي نشكلها والعلل والعلل، ولكنه سوف لن يمر، أؤكد لك ذلك، لن يمر ريبر أحمد. لن يمر. تصريح خطير هذا، أكيد مبني على المعلومة. أنا أمر ريبر أحمد لن يمر، لن يمر لن يمر لاسباب متعدده. معلومه هاي لو استنتاج، لا استنتاج، استنتاج واضح. سيد الكريم مرشح السيد رئيس، نرجع للدستور، مرشح السيد برزاني بالتحالف الثلاثي القوي ابو المقاعد الهواية، ارجع للماده 68 من الدستور، شو تقول؟ تعطي متطلبات ومواصفات رئيس الجمهوريه، تمام، ما تنطبق على السيد ريبر، ما تنطبق، ما تنطبق عليه. هاي نقطه، بس عندي تعقيب صغير كلش. طيب. على السيد خالد. ايه. الضيف يقول القرار استند الى الماده 76 من نظام حزب البعث الى اخره. انا سنه 76، سنه 76 لا لا مو حزب البعث يا معود، قانون تنظيم وزاره النفط رقم 101 سنه 76، سنه يعني 76 مال مشقات الثوره. اي احسن سيد الكريم، بغض النظر عن هذا القرار، بما انه التفاته جيده من السيد خالد، يفترض انه كل هذه القوانين اي يعاد تشريعها باعتبار احنا صار 19 سنه قانون واحد، اردنا نعيد تشريعه يرادين راح ندخل بارهاصات، واحنا نقدم فد 10 حلقات 20 حلقه. ارجوك خليني ارجوك خليني اكمل الفكره مالك. تفضل. حتى لا يشرد ذهني. اه. احنا لو هاي التشريعات والقوانين اللي هي شرعها يعني مجلس قياده الثوره، البعض من عندها يتماشى والبعض ما يتماشى، ولكن لا يستند الى شرعيه الان باعتبار شرعت وفق دستور مؤقت. طيب ونحن الان وفق ونظام معين بالضبط ويحمل افكار يعني شوفينية الى اخره. الان احنا هاي القوانين اذا عدلناها وفق دستور دائم راح تاخذ شرعيه مطلقه، رقم واحد. رقم اثنين الاستاذ خالد، الصلاحيات التي اعطيت للاقاليم اداريه وليس يعني تصرف وتوزيع بالاموال، هذا الدستور واضح قدامنا انه توزيع الاموال والثروات من خلال حكومه المركز وفق النسبة السكانية للمحافظة، أي بمعنى أدق أنه الآن الإقليم لا يسمح له أن يصدر بما يشتهي، ولكن وبسبب الانبطاح السياسي الذي مورس في البرلمان السابق والحكومات السابقة بالموازنة لعام 2021 تم تشريع، هاي خليها بين قوسين، تم شرعنة وتشريع تهريب النفط العراقي من خلال إقليم كردستان بالمادة 11 ثانيا في الموازنة، عندما نصت هذه المادة على أن يعطي الإقليم يوميا 250 ألف برميل من ما يصدره الإقليم، الإقليم يصدر يوميا مليون، 750 وين راحن؟
نحمد ام اللبن. لا لا هاي سيد وزير الماليه اول بارحه مجلس النواب يقول ما ادري وين واردات النفط ما ادري. شوف انا اكثر واحد حكى على وزير الماليه انا عندي يمكن الف ساعه فضائيه احكي على وزير الماليه. طيب ولكنني وقفت اجلالا واكبارا له وللطيف سامي عندما قالت ان الفائد المادي العائد المادي من رفع سعر الصرف جئنا به لكي نخدم المواطنين ولكننا ذهبنا به لنسد العجز المالي الذي سببه عدم دفع اقليم كردستان لل 250 الف برميل. وهذا ان دل على شيء فانما يدل ان الحكومه والبرلمان في وادي والشعب العراقي والموارد التي سرقت في النهار. فيلم كان الجلسه وحدة كان صيام عن الكلام للنواب. وحدة خنطيك وليسمعني الشعب العراقي بأكمله. بويه ترى النفط ما يدخل بالموازنة وفق الدستور. هذا الدستور مادة 111 تقول ملك الشعب، بمعنى أدق الحكومة عندها موازنة ومالية مختصة بها وهي مؤتمنة على أموال الشعب من خلال النفط. النفط وين يروح؟ للمصارف. انت هسه تاخذ لك سلف 10 ملايين، المصرف ياخذ من عندك 15 ملايين. صحيح. تمام صحيح. وبالتالي انا مأمنك على هاي الاموال. بويا انت ليش تاخذ من عندي؟ طيب يا اخوي استاذ فاضل شلون راح يقدر التحالف الثلاثي بحال تمكنه من تشكيل الحكومه جايكم هو بالحكومه من التعامل مع هذا الملف؟ يعني سيد مسرور برزاني يقول احنا ما راح نلتزم دفع اموال النفط البغداد. اكيد سيد الحلبوسي سيد مقتدى الصدر ما راح يقبلون بهذا الموضوع. شو راح ينحل هذا الموضوع بنص التحالف الثلاثي الماضي بتشكيل الحكومه؟ اول مره انه كل ما يريد التحالف الثلاثي في تشكيل الحكومه سيحقق هذا كلا، لانه هناك ثلث معطل للقرارات التي تمس المصلحه العامه الايام جايه بدليل الايام قادمه يعني واحنا الثلث المعطل موجود. طيب كتله الثبات الوطني التي ستعلن او الاطار التنسيقي اللي هو حاليا وهذا ما اقرته المحكمه الاتحاديه. صحيح انا في البدايه قلت لك ان المكون الاكبر اللي يتكون من 12 محافظه واللي هو فعلا لو دخل بكتله واحده لكان هو اليوم يمثل الغالبية، يعني عنده 50+1 وبالتالي يقدر أن يردع مسرور وغير مسرور. لكن للأسف الشديد هذا التشظي في المكون الشيعي اللي لحد الآن يعني موجود هذا راح يخلي التحالف الثلاثي إذا تمكن من تشكيل الحكومة على سبيل الفرض، وأنا أعتقد أنه لا يستطيع لوحده أن يشكل حكومة. طيب إذا تمكن سيكون المكون الشيعي يعني ممثلين الشيعة في هذا المحور كتلة صدرية محرجين أمام الكثير. كتلة صدرية التيار الصدري سيكون محرج كثيرا أمام الكثير من المشاريع النفط وغير النفط الذي سيقدمه الأكراد أو حتى الأخوة في المكون السني، لأنه يعتبر أقلية وليست أغلبية كما يدعون. 73 مقعد أمام 128 مقعد لا يستطيعون أن يردوا أي قانون من القوانين التي ستشرع في هذا إذا لم يكن الإطار التنسيق موجود. وأنا أعتقد أنه لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء يمكن التصويت عليهم بدون الرجوع للإطار التنسيقي. طيب نعم أعود لذلك مرشح مسعود البرزاني سوف لن يمرر إذا لم يكن عن طريق القضاء، فسوف لن يمرر في البرلمان نتيجة طبعا عن طريق الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني. يعني في جلسة مجلس النواب ما ممكن أن يمرر. نعم. ريبر أحمد. نعم. نعم. كرئيس الجمهورية. نعم. وإحنا نعم. بعد لنا ثلاثة أيام في حواب الترشيح. أعتقد حتى الأخوة في التيار. زين أستاذ فاضل. يعني يدركون أستاذ فاضل. ريبر ما يمر لو أي مرشح للديمقراطي ما يمر. لا لا احنا بالنسبه لا الاطار ولا المكون الشيعي عنده خصومه واي طرف من اطراف الاكراد، وحسب عرفهم السياسي اي كان من عندهم قد يقدم رئيس الجمهوريه. يعني اذا كانوا ما يلتزمون بقرارات المحكمه الاتحاديه هذا ما يدعي ما يستاهل خصومه؟ لا لا احنا
المحكمة الاتحادية على رئيس التنفيذ أن ينفذ قرار المحكمة الاتحادية. ما دخلنا في خصومات العراق يعني ما راح يتقدم نهائيا لكل قضية. يعني إذا التزموا وما التزموا ما راح يأثر على العلاقات ما بين الأحزاب السياسية. لا 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 اسمح لي، في حالة عدم التزامهم على رئيس التنفيذ أن يطبق القانون بالقوة. طيب مثل ما صار قدموا على كركوك، السيد العبادي أخذ كركوك في يومين وانتهى الموضوع بدون خصومة. هذا تجاوز، هذا طيب عندك. ما بقى لي كثير من الوقت، خليني أعود على القانون. تجاوز على الدستور، أكو رئيس تنفيذ هو يطبق القانون والدستور وحسب ما ترتديه يرتئيه القضاء العراقي. طيب أعود بسؤالي الأخير إلى أستاذ خالد. أستاذ خالد، ماكو أكثر من البصرة متأذية بالعراق، ليش متأذية؟ لأن هي الدر للعراق بالخيرات، وهي حالة حال السماء وحالة حال الديوانية. زين، إذا البصرة ما قبلت قرار محكمة اتحادية، ما قبلت تسلم وارداتها بدون قرار محكمة اتحادية، هيك راح نشوف سكوت؟ هيك راح نشوف يعني اليوم مسعود برزاني يتحدث، الردود السياسية ما كانت يعني بحجم التصريح، لأن أكو تشكيل حكومة ولأن كل من يحود النار القرصتيل وشنو؟ شوف أستاذ، بالنسبة لموضوع البصرة وموضوع إقليم كردستان العراق، الموضوع مختلف من الناحية القانونية ومن الناحية السياسية ومن الناحية الدولية. إقليم كردستان هو إقليم موجود قبل الإطاحة بالنظام صدام حسين، صح. وتم إدراجه بقانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، وبعدين بدستور 2005 الدائم والنافذ حاليا. وإقليم كردستان لها غطاء دولي بقرارات مجلس الأمن إلى صح. يومنا هذا، وإلا غطاء سياسي بالمنطقة. كل النقاط ممكن ينضافا إليه في سبيل أنه يكون يعني موقف قوي. هذا نقطة الاختلاف. نعم، هذا نقطة الاختلاف، لكن النقطة الجوهر موضوع واردات القطاع الاستخراجي النفط والغاز. موضوع واردات القطاع الاستخراجي النفط والغاز في إقليم كردستان، هناك رؤية وتطلع وتساؤلات شعبية كبيرة حول القطاع النفطي والاستخراجي، بحيث القرار طلع منك من بغداد ما فرح به المواطن العراقي اللي موجود ببصرة وبغداد أكثر ما فرح به المواطن الكردي. ليش؟ لأنه المواطن الكردي ما مستفاد من واردات النفط. صحيح. فعلى مود هذا تشوف كل أو 90% من شعب كردستان نشروا بالفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي بهذا القرار. أهلا وسهلا بقرار محكمة الحكومة الاتحادية. للأسف أنت التحقت بنا يعني متأخر. الحديث معك شيق ويتجدد اللقاء بك إن شاء الله، ولكن وقتي انتهى. العضو السابق لمجلس أمناء الشفافية في العراق، المحلل السياسي والخبير القانوني الأستاذ خالد النقشبندي، شكرا جزيلا لجنابك. وعضو دولة القانون الأستاذ فاضل مواد، شكرا جزيلا لجنابك. وأيضا أستاذ أحمد المياحي، ما أعرف أحطيك كلمة ختام بثلاثين ثانية، ايش عندك؟ ايش متوقع؟ ايش راح يصير بثلاثين ثانية؟ ما عندي غيرها يعني. يعني من أي جانب؟ شنو الواقع السياسي؟ الواقع السياسي تشكل الحكومات العراقية في دول الخارج. تمام، لكن على هذا الموضوع، يعني على هذا الموضوع النفطي، راح ينعكس على تشكيل الحكومة ولا راح يمر؟ لا طبعا أكيد ولن يحاسب أحد. لا هو لحد ما المحاسب، ما حد يحاسب، بس ينعكس على مقدار التوازن ما بين الكتل. المحلل السياسي العراقي أحمد المياحي، أهلا، شكرا جزيلا لحضرتك، وشكر موصول لكم مشاهدين الكرام. انتظرونا في حديث جديد لهذا الوطن في ملأ.